مؤسسة شامخة بحجم أخبار اليوم، وبرئيسها الأستاذ الرائع الأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس الإدارة، وأخوتنا العزيزة الدكتورة سمية الأميرة والأستاذ نور والأستاذ ياسر، كلكم اليوم نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. أنتم في أحد بيوت العروبة، مجلس الوحدة، المجلس العتيق الشامخ الذي أسس من قبل رئيس وزعيم عروبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. أخبار اليوم إذا تحدثنا عنها فنحن أقل مستوى من أن نتحدث على صوت شامخ بحجم هذا الجسد الإعلامي الكبير الذي يسبح في سماوات أمته العربية ويحدث تنويرا فكريا وسياسيا لكل عربي يعيش على أرض العروبة أو خارج هذه الأرض. نتذكر الأستاذ أحمد أمين وعلي أمين الذين بدأوا من الجانب الإنساني ومن الجانب الذي يحتضن هموم الإنسان وخصوصياته. ما نحترم هذه الصحيفة التي عالجت شؤون الإنسان الشخصية ثم ولدت بعد أن حسنت في هذا الإنسان الشعور بالانتماء إلى الولوج إلى الفكر وإلى الثقافة وإلى التنمير الفكري. صحيفة الأخبار أرى يوما بعد يوم تتنامى وتكبر وتستهدف مواضيع عربية محلية ووطنية وقومية، تفتح نافذة أمامك لا تجدها في الإنترنت ولا تجدها عبر الفضائيات، تجدها تتناغم مع أحداثيات والتغيرات والتطورات التي تطرأ على عالمنا وعلى دولنا وعلى وطننا العربية الكريم. أحيانا أراها معارضة، وأحيانا أراها مدافعة، وأحيانا أراها تتشابك مع مصالح الأمة وتعلو وتسمو فوق الشؤون الصغيرة والمصالح الضيقة، لأنه شرف عظيم لأي مؤسسة أن تتعامل وأن تعيش هذا البعد الإنساني والاستراتيجي للوطن العربي. اليوم شرفنا أستاذ كبير نحترمه نقدره، وهو ينتمي أيضا إلى اتحاد عربي ضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تعرفت عليه في أحد الاجتماعات أحد الموزعين، وهذا يجعلنا نعيش في أسرة واحدة تخيم علينا وشائد القربة في العمل العربي المشترك. أنا حقيقة أجد الكلمات تهرب من خلدي ومن وجداني، لأننا حقيقة أمام أستاذ كبير يرعى مؤسسة كبيرة نتتلمذ في صفحاتها وفي شؤونها الكبيرة المتعددة. هناك كما قال معهد، وهناك أكاديمية، وهناك مركز، وهناك عدد كبير جدا من الإنتاج الفكري سواء على صفحة أو مجلة أو كتاب. نتقدم إليك سيدي العالم بالشكر، ومنك إلى مؤسستك وإلى العاملين والإخوة الزملاء. ونحن في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نعتبر أحد ركائز هذه المؤسسة، الذي إن شاء الله وبإذنه تعالى نعمل جاهدين من أجل تحقيق الرفعة والازدهار لدولنا العربية، ونحقق لأجيالنا القادمة المجد والسمو والرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة. وأنا أرحبكم مرة أخرى وأعتز كل الاعتزاز بوجودكم معنا إن شاء الله. بعد ما سيادة السفير محمد الربيع اتكلم، انا فاكر ان احنا صحفيين، ده اتضح ان هو صحفي اكثر من انا. صعب مجاراته في الكلام وصعب مجاراته في التعبيرات، ولكن من حسن الطالع طبعا ان السلامي بتتم اخبار اليوم عامها 70، وهل يوم 11 نوفمبر هو عامها 70 وهنبدا نعمل احتفاليه. يعني في فضل اخبار
بتتم من 11 نوفمبر ان شاء الله تتم 70 سنه صحافه من اول ما انشاها مصطفى وعلي امين. ومدرستنا الصحفيه زي ما قالت يا سفير هي المدرسه الشعبيه. يمكن تطورنا بالاكاديميه وكان في زملاء اعزاء زي الدكتور عهدي زي الاستاذ ابراهيم شابه تحت فكره الاكاديميه نفسها. الاكاديميه فتحت معانا مجال كبير للبحث العلمي. مركز تدريب اخبار اليوم كان احد هذه الفروع. المركز يمكن بعد ما توليت الزميله العزيزه الدكتوره سميه وهي زميله عمر على فكره بس مش هقول عمرها قد ايه عشان ما عجبتش نفسي ماشي. فالنشاط بدا يتم اكثر بالنسبه للمركز. شرف كبير لاخبار اليوم ان هي تنتمي لمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه باهدافه النبيله اللي فعلا نفسنا ان في كل دوله عربيه يكون له تمثيل قوي باللي انا شايفه من سياده السفير. سياده السفير في كل يعني احتفاليه عربيه موجود بكلامه الجميل. انا طبعا اعجبت جدا بكلمته اللي قالها في اتحاد الموزعين العرب وكان له مساهمه جميله. فانا الراجل ده يعني بعدين اكتشف في الاخر ان هو من عندنا من ويمني وكذا وكذا. قلت سعيد عبد هو يعني الراجل ده جميل بس ده لسه هشوف تاني كتير. فالحمد لله ما شاء الله يعني نجعلها فتح خير باذن الله بين المركز. وطبعا المركز هو اللي هيستفيد من مجلس الوحده لان خبراتكم اعلى مننا بالتاكيد. الناس كلها مرحبه بهذا. لما عرضت الدكتوره سميه قلت لها فورا احنا موافقين وعلى اي شيء هم طالبينه احنا موافقين. نشكركم كلكم ويا رب يكون فتح خير للمجلس والاخبار اليوم.